لقد جسد الإمام أبي الفضل العباس عليه السلام الحب الإلهي، ألا وهو الطاعة والتسليم لأمر مولاه، فلم ينظر لنصرة الإمام الحسين عليه السلام على أنه أخوه وعليه أن يقف معه، وإنما سلم لأمر الإمام الحسين عليه السلام لأنه إمام زمانه وعليه طاعته والتسليم لأمره مهما كان. فلقد سلم تسليما جسديا عندما مزقه من أجل الدين والمبدأ والإمام المفترض الطاعة، وهذا واضح من قوله: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فعندما ضربت عينه الشريفة فكأنما أراد أن يقول للأمة: انظري بعين الحقيقة لا بهذه العين المادية. وعندما ضرب رأسه الشريف فكأنما أراد أن يقول للأمة أن تبقى رافعة رأسها شامخة بحبها لله وإسلامها وتمسكها بالولاية للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. وعندما قطعت يداه كأنما يقول لنا ألا تمدوا أياديكم للأعداء وألا تخونوا بهذه الأيادي واجعلوها ممدودة للحق. نعم، بهذا أعطى الإمام أبي الفضل العباس عليه السلام رسالة عالمية للمسلمين عامة وللمؤمنين الشيعة خاصة: إن لنا ربا وإسلاما ومذهبا يستحق التضحية بالغالي والنفيس، وهذا عطاؤه المادي. أما ما أعطى معنويا فالقلب متعلق بالله متصلا بنور ربه، لم يهم ولم ينكل، أوفى لله ورسوله وإمام زمانه بهذا كله. يقول لنا: خذوا مني القوة والعقيدة الراسخة لنصرة إمام زمانكم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.